أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من جلس عند أناس وهم يعصون الله لا يصلون الصلوات في وقتها؟ وكذلك يوجد عندنا الدش، وقد ناصحتهم وأنكرت عليهم علما بأنهم من أقاربي، فهل يجب علي مفارقتهم أم لا؟ إذا نصحتهم ولم يمتثلوا وأصروا فإن يجب عليك هجرهم والابتعاد عنهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، وهذا هجر بحق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هجر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهم مؤمنون، ليسوا من أهل النفاق، صحابة فضلاء، لكن حصل منهم تأخر وتباطؤ، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلمهم حتى تاب الله عليهم. فإذا كان هؤلاء الصحابة الفضلاء لما حصل منهم شيء من المخالفة هجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بهجرهم، وأمر نساءهم أيضا أن تهجرهم وأن تعتزلهم، فكيف بغيرهم من عصاة والفساق؟ فإذا لم يمتثلوا فعليك بهجرهم حتى يتوبوا إلى الله وأن تسلم من شرهم. نعم.